السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم معايا الغزالة ديالي. اليوم فيديو جديد إن شاء الله غنصايب معاكم المسمن معمر بالخضر والصدر ديال الدجاج، غنطيبو معاكم في هذه المقلات على بركة الله. غنوريكم المقادير. هنا مقلات درت فيها نص كاس ديال الزيت العود والبصيلة خضارية، وهذا خيز محكوك على حكاكه غليظه، وهذا الكورجيت محكوك حتى هو على حكاكه غليظه، وهذه فلفله حمراء تاع هي مقطعه طريفات، وهذه الفلفله خضراء، وهذا قزبول معدنوس، والزيت البلديه طبعا الصدر ديال الدجاج. وبالنسبه للعطريه جوج فصوص ديال الثوم، حتى هما غنرميهم هنا فوق هذه البصله الخضاريه هما. وبالنسبه لهنا فيه عشق ديال الكمون، عشق ديال الابزار، عشق صغيره طبعا، العشق ديال الاسفنجبير، والملحه حسب الذوق. انا درت هنايا عشق صغيره حتى هو، وهنايا جوج عشقات ديال الخرقوم بلدي عرقي. وعلى بركه الله نرد سميتو فوق البوطه، ونبدا نضيف انا وياكم وكنحرك نتلاقاو ان شاء الله. مزيانو وعدتها في البوطة، ندير التوابل كلشي راه بالعبار، غير غنرمي الشوايا كلشي مربوط. هذه حبيب الثومة بدات تقطع ليا التوابل والبصلة الخضارية، غنرمي عليهم اللحم صدر ديال الدجاج والفلفل، أنا صدقت هاد الحوت واحد تاخد ديال وقت شوية يجينا من بعد. من بعد نزيد شويه نحطها تبرد عاد نعجن العجينة. بس ندخلها في الطين ونبدا نرمي عليها هاد المقادير الخرين، باش متحرق فيها العطرية. هي كتبدا كتدخلها الطياب، ونرمي فيه الزوج هو اللول، نفتح هو واحد شوية بالماء إلى مجموعة المكونات، غزارة محكوكة، هادي واحد الغزارة محكوكة، غنضيف عليه الكوربيط، هو الكوربيط، فهي هادي صراحة كوربيط أنا كنلاهي كبيرة شوية، كبيرة شوية الكوربيطة، كبيرة ونقصها. هيك انا بغيت غير واحد الحبه، واحد المسمنه لي عاجبه الدجاج ديال المسحله هي لي غنطيب ان شاء الله على بركه الله. ونزيد الفلفله الحمراء، ترجمة
نخلي بس الشحر على خاطري نجمد الخضر والبيض مع التوابل مع اللحم. نخلي عم يطيبه بس نشيل الوجه اللحم اللي عندنا نتلقى ان شاء الله بس يعتبر نتلقى نتبع نشوف هي طابت هل وبالنسبة للعجين هاي يعني هنا عندي السميدة رقيقة كاس ديال العنبة بدلي الماء وهنا الثانية ديال الدقيق فورس وهنا الماء دافي وهذا شوية ديال الزعتر هذه الزعتر ماشي الزعتر الزعتر هنا واحد الملعقة ديال الخميرة ديال الجي وهنا الملح وهذه شوية ديال الخميرة ديال الحلوة حيت أنا ما عنديش العجينة كثيرة بغيت أنا واحد الخبزة هي لي بالنسبة للفورص كبيت عليها الماء وطبتها بالماء بلاتي حتى نفرها حيت كنصور غير بواحد اليد هما دوك المقادير ضفتهم غنسالي دابا ضفت الملح والخميرة والمعجونة والخميرة ديال الحلوة وهاني دابا كنسالي حتى نجمع العجينة وندلكها نتلقى معاكم حيت كنصور غير بواحد اليد وكان خدامة بوحدة هاني بعد ما جمعت العجينة دلكتها وجمعتها كتجي على هاد الشكل محفوفة ماشي شي حاجة قاصحة وجبت شوية ديال الزويتة هنا باش ندهني مزيان ونفرقها على جوج خبزات ونديرها فهاد السلوفان ونخليها ترتاح شوية طلع على الخميرة عاد غنبدا حيت كترت ليها الخميرة حيت مزروبة شوية هي بعد ما غطيتها خليها تريح شويه هي بدات كطلع راه حيت قلت لك راه درت لها الخميره بزاف غنمشي باش نبسطها ونعمرها باش غنبسطها بالمقلاه ونعمر بالحشوه ونقفل عليها بهذه وبالنسبه للمقلاه ها هي انا غنصب فيها شويه ديال الزيت اللي قلت فيها كاملة الزيت هي هي اصلا ما كتلصق غير هي هاد الزيت شنو هو الدور ديالها كتعطي واحد الحميرة المسمنة كتجي محمرة وبالنسبة غير للأمانة بالنسبة لي أنا هاد المسمن راه تعمدتني نديرو بغيتو يجي هشيش ومشوش على بالنسبة للناس المسنين هذا المسمن المجبد هكا كما تيقضيو فيه والو خاص المسمنة هكا تجي مشفشة ورطبة على حسب اللي عند الناس هكا مسنين في الدار ما كيقدوش ينبغوا هذاك المسمن اللي كيعاود تيجي مدقس من الداخل وبالنسبه ليا انايا
درت لها الطريقه باش تجي مناسبه شي شي شاور طبعا من الداخل. هاني غنهز دابا العجينه ونبسطها فهاد سميتو نتلاقى معاكم. كنصور بواحد اليد. وبالنسبة لهاد الدجاجة راني خبزتها غير في الطبسيل، وغنشد هذا سميتو ندهنو بالزيت ونديرها عليه هكا بحال الروروك، ندورها عليه باش يمكن ليا أنا فترة كنصور. اسمحوا ليا كنصور بواحد اليد، غير وريتكم أنا المهم. ندورها عليه بحال الروروك باش يمكن ليا نحطها فوق من هذه. انا دابا غنفرغ الكشوه هنايا، نوزع عليها الكشوه داك الخبيز طالع من الريحه ديال الصحيط. انا نعاودش لكم انا الزيت راه عزيز عليا. نكمل. وبالنسبة للفرماج انا ما متوفر عندي هذاك الفرماج احمر، ودرت ليها غير هذا الفرماج نيت على شكل عشواري، ماشي بالضرورة كاع تغطى بيه كاملة. بالنسبة لك زيت ما هي يعني كتجي على هذا الشكل، غنلمطها كاملة بها مع اختها. ندير لهاد البواقي في هاد شويه ديال العجينه خارج كاين نحيدو. بالنسبه للعجينه كتجي طوال باش بغيتها باش تكون هشيشه. عند هنا شويه ديال السميده من الفوق هكايا باش تجي حتى من الفوق محمره. غير على هاد الشكل هكا، وغنشعل على الغطا. غنبدا نوريكم المراحل كيف تنزل ليها. كنقلبها على السيت بعد بدات كتسميتي، كنقفل عليها كنقفل عليها وغنشعل البوطا. هاني حليت عليها فهاد الجنب، جات على هاد الشكل فهاد الجنب. هاني حليت عليها باش غنعاود نطورها نقلبها. غندير ليها غير هكداك نقلبها، وها هي يعني.